بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. إخواني الأعزاء، أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم على الترحيب، و يعني من خلالكم إنني أخاطب ربما ليس كل الجهات ولكن معظم الجهات. يبدو غير جهة واحدة اللي يمكن ما تيسر لهاش باش تعقد هذا اللقاء ديال المجالس الجهوية، كسي بونو سميتها المجالس الجهوية، من هذه الأسماء ديالكم كثرت علي. بغيت نقول واحد القضية نبدأ بها. صحيح أنا من مدينة فاس وأنا عزيزة علي فاس، ولكن راه ما جيتش الفاس على هذا السبب. جيت الفاس لان الاخ المسؤول على الجهه ديال الفاس، فاس مكناس كتسميوها، المسؤول على الجهه ديال الفاس مكناس، انت والله لا 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 ارى واحد الكاس، اروح للكاس وزير الله يعاونك. لا بجد بجد، بسم الله بسم الله. هاد القصه ديالي مع اتاي قديمه، كيف ما كنت كندير الدروس غير كيجي اتاي كيجيو البرارد ديك الساعه تبداو يشترشروا، الناس كيخليوني يسمعوا البرارد، فهمتي ولا ما شاء الله. قلت لكم الإخوان المحترمين، السبب هو أن الأخ السي زهير زهير هو الأول اللي طلب مني هذا. صحيح أنه واحد الأخ سميته زهير فعلا مكناس، هو اللي طلب مني الأول باش نحضر لهذا اللقاء ديالو. ديك الساعات ما كانش مقرر باش يكون في المغرب كامل، وبصدق وبصراحة ملي السي سعيد خيرون اقترح باش يكونوا هاد اللقاءات على مستوى الوطن، اذا الجهات كلها في يوم واحد، وهي فكره جميله في الحقيقه وتختصر كثيرا من الجهود. يعني قلت للاخوان راه فاس هما اللي طلبوا الاول. ناض السي دريس الازامي قال لي ودي خصك تبدا دابا بمدينه الدار البيضاء لانها محتاجه المجهود اكبر وداك الشيء. قلنا له واخا. سعى الاخوان ديال الدار البيضاء قال لك اودي غير خليونا دابا حنايا حتى نزيدوا نستعدوا اكثر لاستقبال الاخ الامين العام عادي يجي. فرجعت الامور الى اصلها. فاذا هذا ماشي تمييز لكم على الاخرين، وان كنتم بطبيعه الحال تيقول الشاعر ياك، تيقول الشاعر اش تيقول، فين هذاك بومشيطه، فين هو مابقاش معكم. تيقول نقي فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول، كم من منزل في الارض يعشقه الفتى وحنينه ابدا لاول منزلي. ولكن انا في الحقيقه واخا انا فاسد زريت في الرباط، انا اول افراد اسرتي ولدت في الرباط. الوالد رحمه الله ملي خذا الوالده ولد له حماد وانيسه وعبد العزيز رحمه الله، مات ثم ولدت انا في الرباط. اذا ها انتم خديتوا خديتوا المعلومه، خديتوا المعلومه كلها، الله يجازيكم بخير. والحمد لله انا ما اشعر بنفسي حيثما كنت، اشعر بنفسي في هذا الوطن العزيز، اشعر بنفسي بين اخواني واهلي واحبابي واسرتي في الحقيقه. بغيت نقول لكم الاخوان الكرام، رغم ان الموضوع هو في الحقيقه انتم بصدد برنامج داخلي يهم جهتكم، قد استمعت لبعض تدخلات الإخوة ولعل مثلها كان في الجهات الأخرى وسيكون بعد أن يعني أنصرف وأترككم لمهمتكم. يعني السياسة هي ماشي هي هاد الأمور اللي كتكلموا عليها، هي كاينة في السياسة ولكن ماشي هي السياسة. السياسة هي أكبر شوية من هاد الشيء. والحق ديال الله جاني البال نبدا لكم بواحد القصه حكاها لي واحد السيد
يعني ديالنا، كاين واحد الارض واحد الضيعه تحت واحد العين، راه سبقني مشيت زرتها واحد النهار وسجلوا الاخوان داك الشيء ونشروه. مشروكه بين الاسره ديال الوالده وبين ابناء العمومه ديالهم. ديك الضيعه كلها ماشي شي حاجه كبيره على قد الحال بزاف، المهم حنا كنستافدوا منها حاجه وحده، وهي الا جينا وبغينا نطلعوا للباديه كنطلعوا عندهم واحد النهار، ولا جاتنا شي 5 لتر الزيت في العام تنقولوا مبارك بسعود. الواحد بطبيعه الحال الى وصلات ولا جوج ولا الى اخره اللي وصل مبارك بسعود. ولكن كان ملي كنت صغير كنت كنمشي لعندهم هذوك، ديك الارض كان يرعاها عزابان، العزاب الاول ديال ولاد العم ديال الوالده ديالي والاخر ديال الاسره ديال الوالده ديالي. هذاك العزاب الاخر رحمه الله مات، كان اسمه مخلوع الرايه وكان عنده واحد العود، وكان لانه عنده لا ماجوريتي ديال ذاك الارض. كان عنده واحد الولد مات رحمه الله، وذاك الولد مات سميتو السي الطيب مخلوع الرايه، كان سميتو تسمى مخلوع الرايه. واحد النهار طلعت لتما انا والدراري وجلسنا تنهضروا، جلست يهضر معايا ديك الساعات، انا لا رئيس حكومه لا والو، يمكن وليت نائب برلماني. وهذاك السيد من الباديه بدوي، ولكن كيتكلم معايا بواحد الوعي فاجأني. هو مخلط بطبيعه الحال، كيهبط لفاس وبصاحب مع اهل فاس ويعني، ولكن كيتكلم بواحد الوعي ديال الرجل السياسي. بين الامور اللي قال لي، شتي نعاود لكم ايام الحسن الثاني رحمه الله، بين الامور اللي قال لي السي عبد الاله، انا هذا الحسن الثاني ما تنفكر كاع في داك الشيء اللي كيدير داخل البلد. عنده انتقادات، هو كينتقد. قال لي انا ما كنفكر كاع في هذاك الشيء اللي كيدير، راه ماشي بدوي تيهود كالبدوي عند اهل فاس، لا كصديق، كان صديق ديالهم، كان صديق ديال العمو ديال السي جواد العراقي، يعني مجالس. قال لي انا غير كونه مهني، الخلاصه ديال الكلام اللي قال ماشي التفاصيل ديال الكلمات، ما نقدرش نكون ضابط هذا الشيء لان هذا الشيء على الاقل 40 سنه. قال لي الا الحسن الثاني هاد يعني، قال بواحد العباره هي ماشي مؤدبه جدا ولكن عاديه عندهم تما في الباديه، يعني هاد الخصوم ديالنا اللي كاينين خارج الوطن كونوا زعما مهنينا منهم وبيني وبينكم زعما تيغلبهم، كيقولوا شي كلمه في الكارطه زعما شي كلمه تيقولوها، قال لك هذا يكفيني. هاد الكلمه بقات لاصقه في الذهن ديالي. هو مسكين مات موتا غير كمشي نهار في الطاكسي والطاكسي دار حادثه ومات، يعني مات موتا بحال بغينا نقولوا ما واحد الرجل كان ما شاء الله. فبقات في البال ديالي، وملي عرفت راسي غنجي لعندكم جا البال ديالي باش نفتتح بها، لانه هذا الكلام اللي قال لي ذاك الوقت، هذاك الوقت كان مهم. ديك الساعات كانت المشكل ديال الصحراء وكانت مشاكل، ولكن ما كانش بحال هذا الشيء اللي كاين دابا في العالم. دابا السياسه الاخوان يمكن لينا نهضروا على فاس وتقولوا لي نجمعوا الفلوس ونديروا اللي بغينا، ولكن ولا نديروا البرنامج اللي بغيتي، ولكن يعني كاينه امور، كيخص الامور تكون مرتبه ترتيب صحيح، كاينه امور سابقه على هذا ومهيمنه عليه. وانا ما غاديش نطول عليكم في هذا الشيء، ولكن غندير لكم اشارات وراكم تبارك الله عليكم فاهمين بحالي ولا اكثر مني. ملي كنتكلموا اليوم على السياسه، كنا الى عهد قريب نكاد نثق باننا دوله حره مستقله كنديروا اللي بغينا، وهذا صحيح ولكنه نسبي ماشي مطلق. ملي كتشوف الان يعني لي عن 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 حق او عن خطا، دوله بحال روسيا دخلت الاوكرانيا وداز دابا عام وتخربات الدوله، تخربات، ومن الجهه الاخرى مات يبدو اكثر من 100,000 شخص من جهه اخرى روسيا، وبقي الحرب مستمره، وارتبك بهذه الحرب كل شيء. وطبعا ماشي الحرب ما بين اوكرانيا وبين روسيا، الحرب ما بين يعني الغرب كله، امريكا واوروبا وروسيا هذه الساعه مسنوده بشكل او باخر، ونحن ونرى التصعيد. وهذا غير هذا العام، هذا راه ماشي سهل باش داز، والله اللي علم دي
ارتبكت الأثمنة في العالم كله، وقع اضطرابات إلى آخره إلى آخره. كتشوف هذا الشيء كتقول وهذا الشيء عنده تأثير علينا. دابا ما بقاش اليوم الإخوان شي دولة بما في ذلك أمريكا تستطيع أن تدعي أنها حرة ومستقلة وكدير اللي بغات في الدنيا، واخا أمريكا، أمريكا لقات راسها يعني البالونات كيتسراو فوق منها، فهمتيني من الله وإلى آخره. بون، هذا واحد الإشكال كبير، وحنا دابا غاديين في تصاعد وما عرفناش فين غيوقف، ولكن غادي هذا الشيء في التصاعد. وكثير من الناس يتكلمون عن حرب عالمية ثالثة وشيكة. على كل حال أنا متبع هذا الشيء، تنتبعه مزيان وماشي من خلال الجزيرة فقط، وهذاك المتابعة ديالي أنا عندي شعور باللي شي حاجة توقع غادي ندخلوا في حرب عالمية ثالثة. شنو غيوقع بعد منا؟ شنو وقعتنا؟ الله أعلم. يعني هاد الارتباك وهاد الاضطراب اللي كاين اللي كاين اللي كاين هنايا، واللي تبعوه بطبيعة الحال تحولات في الحياة ديال البشرية كلها، هي فرنسا التي كنا نظن أنها تملك دول توجد في الساحل، يعني 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 جنوب المغرب والجزائر، أصبحت تطرد ويقوم مقامها جهات أجنبية أخرى كروسيا وكغيرها. الصين الشعبية اليوم لم تعد تتصرف سياسيا في العالم كدولة، اللي حيت هي عندها واحد التقليد. الصين الشعبية ما كانت اون جينيرال لا تهاجم الآخرين، عندها الأرض ديالها كبيرة وعندها الشعب ديالها كبير وتستغني براسها إلى آخره، فهمتيني ولا لا؟ دابا لا، دابا كاين كلام وكلام، ما تعرف. الهند كذلك أصبحت تهدد بمليار و400 مليون ديال الناس، حكاية يعني كونية كبيرة. المغرب يعني يوجد يعني ضمن الدول، والسياسة فيه شئنا أم أبينا تتأثر بكل هذا. بطبيعة الحال لابد أن نلاحظوا أنه مع الأسف الشديد نظام الجيران ديالنا والإخوان ديالنا الجزائريين دير معنا واحد العداوة، يمكن حتى احنا يمكن أن يؤخذ علينا بعض الأشياء، ولكن أكثر من القياس، لدرجة أنهم تيشتموا اللعابة ديالنا، واللعابة ديالنا الأخيرين اللي مشاو لتمايا تيقولوا المغاربة ما تجيوش الجزائر باش تساندونا، وبحال تيقولوا ما كاين مشكل إلا هزمونا الإخوان ديالنا الجزائريين وانتهت القضية بسلام، راه ما كاين حتى مشكل بمعنى آخر. وحنايا أنا بعدا والله يشهد ما كان شعرش حتى شي مغربي واحد ملي كيتكلم معايا كيبين لي العداء للجزائر ولا الرغبة في 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 الدخول معها في مشكل. بالعكس الجزائريين اللي كانوا في المغرب باقين عايشين في المغرب وباقين كيمارسوا الأعمال ديالهم بطريقة عادية، والمغاربة كيتعاملوا معهم بالمودة المعروفة فيهم مع الجميع وخصوصا مع إخوانهم الجزائريين، وهما باقين كيشتموا وكيعيروا وتيتكلموا كلام قاصح بزاف، بحيث شي مذيع فيهم أو لا مدون أو لا شخصية سياسية أو لا ما نعرف، هذاك المعيور اللي قالوا راه تيتكلم على يعني السلاح، ما هذا الكلام؟ لماذا هذا السلاح؟ لماذا هذا التهديد بالحرب؟ لماذا؟ أنا عملت لهم كلمة فيها 10 دقائق ودية، كلكم كيظهر لي سمعتيوها، تنقول لهم فيها ودي رحنا ماشي عديان ديالكم، إلا كان عندكم شي خصوم قلبوا عليهم أنتم، ماشي رحنا ما لا نكن لكم إلا الخير، والله ما نبغيو لكم. وهذا الكلام نقول لكم، هذا الكلام ماشي غير ديالي أنا، هذا الكلام هذا اللي كنقول لكم بصفة مسؤولة، فهمتيني ولا؟ بلغني عن رئيس الدولة، عن جلالة الملك صراحة، أنه ما لا يريد بهم إلا خيرا إلى آخره، ما عنده تشي تشي تشي. واحد الوقت كنت تكلمت إلى عقلتي وبلغني هذا الكلام هذا. فشنو وقع؟ ما يعني فرنسا وأوروبا التي كانت بطبيعة الحال صديقة ديالنا وكذا، يعني دابا واحد العداوة يعني مفرطة، وداك الشيء غادي فيه تصاعد. وبطبيعة الحال لابد نأخذ بعين الاعتبار
أن المملكة المغربية التي عندها مشاكل، عندها مشاكل الآن في الأسعار، عندها مشاكل في أشياء نرجع له، أن هذه المملكة بطبيعة الحال يعني كما يقول الصوفية شب عمر عن الطوق. هذه دابا هذه واحد 20 سنة أو أكثر المغرب ما بقاش هو المغرب ديال شحال هذه. المغرب ولا كينافس في إفريقيا، المغرب ولا فاعل دولي على المستوى ديال المحاربة ديال الإرهاب، على المستوى ديال ديال ديال, ديال, ديال إلى آخره. فهاد هاد المعطيات كلها هي لدرجة أنه أنا دابا سمعت الفرنسيين المسؤولين ديالهم تيتكلموا على المغرب كمنافس إفريقيا يجب أن يقفوا في وجهه، وتيقولوا عليه تيقولوا عليه على المغاربة إلسان تريفور هكذا تيقولوا هذا المغاربة. المغرب الحمد لله اليوم في إفريقيا ولا موجود في نظام في مجال الأبناك والعقاء والبناء البناء الكبير ماشي ديال اير بليس دو لا البناء الكبير والتأمينات والفوسفات والى اخره الى اخره اخره. وهذا كان من المفروض ان يستقبل بطريقه ايجابيه، لانه الى بقت فرنسا غاديه معنا في هذا العداوه هذه وهي هي اللي حركات داك الشيء ديال الاتحاد الاوروبي. وغنقول لها واحد القضيه من دابا باش نفضيو، حنا مغاربه ومسلمين والملك ديالنا حنا كنبغيوه وعلاقتنا معاه اكثر من سياسيه. هو ماشي رئيس دوله اخترناه بالانتخاب، اسمحوا لي الاخوان، هو ملك ديالنا جانا بلا جينيتيك وجانا بالبيعه وجانا بالدستور، وهذا الشأن الخارجي هو اللي كيدبره. واش كل شيء اللي تيدير هو هذاك ولا ماشي هو هذاك، هذه حاجه اخرى. المغاربه مسلمين جلالة الملك انه انا بعدا شخصيا وقلت هذا الشيء ملي كنت رئيس الحكومه وتنقول دابا وتنعوده، اللي كيتخذ القرار على مستوى الشان الخارجي هو جلالة الملك. وطبيعي ما يمكنش حكومه الاخوان اسمحوا لي تجي وبين عشيه وضحاها تبدا كتدبر لنا قضيه الصحراء، قضيه الصحراء عمرها من 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 الخروج ديال الاستعمار من المغرب الى الان، من ذاك الوقت وصحراوه كيطالبوا المغرب باش يسترجع الصحراء ديالو. وكتعرفوا نتوما هادشي، انا هادشي سمعته بودنيه، سمعت السي بن هيما الله يرحمه تيقول الصحراوه هاد القضيه ما تبقاوش توركوا عليها، ديك الساعه باقي ما استرجعناهاش، راه القضيه راه مقابلها جلاله الملك بصفته امير المؤمنين. انا ديك الساعه باقي انا الشاب فهمتيني ولا لا. يطمئنوا هاد الفرنسيين وهاد الاوروبيين، المغاربه غادي يبقاو مجموعين وتيساندوا الملك ديالهم مقابل الخصوم مهما وقع. الناس اللي كاينين دابا في الحبس بعضهم عن خطا، بعضهم عن صواب، بعضهم يعني قام باعمال او لم يقم بها او يعني يحاكم من او يحاسب من اجل اشياء ليست هي الموجوده. هذه اشكاليات داخليه، راه ماشي على هذا الشيء حنا غنغيروا الولاء ديالنا ونتبعوا اوروبا. غير تكون مطمئنه، المغاربه ملكيين وغادي يبقاو ملكيين، ولا كانت شي حاجه اللي ما غاديش يتنازعوا فيها مع الدوله ديالهم راه هي الشؤون الخارجيه. ولهذا باش هذه القضيه هذه لا فرنسا لا الاتحاد الاوروبي لا اخرين يفهموها. وانا كنقول لكم الاخوان مادام تجبد هذا الموضوع بهذه الطريقه هذه، كنقول لكم المستقبل انا ما عارفوش، الذي يعلم المستقبل هو الله سبحانه وتعالى. جوج ديال الحوايج اساسيين تفهموهم تستوعبوهم وتشدوا فيهم بعشرة اليدين مهما وقع. راه ماشي تنقول لكم ما كاينش مظالم في المغرب ولا ما كاينش ناس في السجن بغير حق ولا هادشي، ما تنقول لكمش. وهادشي حنا عندنا وسائل باش تنعالجوه، تنطلبوا سيدنا باش يستعمل العفو، لانه القضاء راه كيدير شغاله الى اخره. سيدنا تيبقى عنده الحق ديال العفو كنطلبوه منه. ولكن جوج ديال الحوايج اساسيين الاخوان في المستقبل، لان كنقول لكم انا ما عارفش غيوقع ولا انتم ما عارفينش غيوقع، ولكن خصكم تكونوا واعيين بصفتكم سياسيين، خصكم تكونوا واعيين شنو كاين في العالم. راه ماشي القضيه ديالنا مرتبطه بالثمن ديال البصله والبطاطا وخزو ومطيشه، وهو مهم بطبيعه الحال مهم جدا،
ولكن القضايا ديالنا كبيرة، ما تكونوش أقل فهم ووعي من هاد السيد الطيب وخلوع الريال اللي جاب له الله سبحانه وتعالى دار الرحمة اليوم، لا هو لا باه الله يرحمه لا الأسرة ديالو، راه باقي عندي معاهم علاقة طيبة إلى الآن. باغي نقول لكم جوج الحوايج تحافظوا عليهم تشدوا تمتعوا الضون عليهم من نواجد. الأولى هي الإسلام والتدين والاستقامة. هذه الإخوان سمحوا لي ما تقولوا لي ياش السعب، لا تبقى تقولها لنا بزاف، غنبقى نقولها لكم ما دمت حيا وما دمت بينكم، لأن هي الأساس علاش تبنات هذه الأمة المغربية هذه أكثر من 12 قرن، وهي الضامن الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى باش تستمر، باش نبقاو حنا هما حنا. حيت دابا عندكم تغلطوا، راه ملي شي واحد فيكم تيسمع الأذان وينوض يتوضا ويصلي، راه ماشي زعما سي با غاتوي، راه هذاك التوفيق من الله سبحانه وتعالى. راه كاين الناس هذا الأذان ما كيسمعوش بلدانهم منتين ولا إلى آخره. فهذه القضية هذه هي أساسية. المسألة الثانية هي الملك ديالكم، كنقولها لكم كنعاودها لكم، قلتها لكم تشبعت وكنعاودها لكم منتين ولا لا. الملك ديالكم والملكية ديالكم، أقول كلامي هذا للمغاربة جميعا، وأقوله لكم أنتم أبناء العدالة والتنمية الذين أمامي بالخصوص، خصكم تبقوا متمسكين بالملكية ديالكم وتدافعوا عليها مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف، ولا كانت شي حاجة مرتجة ولا مرتبكة ولا غير مستقيمة ولا غير عادلة، هذاك الشيء كيتعالج داخليا بمختلف الوسائل. عندنا الحق نديروا اللي بغينا، عندنا الحق نكتبوا، عندنا الحق ننتقدوا، عندنا الحق نترشحوا للبرلمان، عندنا الحق نحتجوا، عندنا الحق نديروا اللي بغينا، ولكن الملكية تحافظوا عليها وما تمسوش الملك ديالكم. انا كنسمع دابا لي من الامور التي تسوؤني ان بعض الاشخاص اللي كان لا يتخيل في حقهم انهم يتكلموا على الملك ديالهم، البعض منهم ولا كيتجاوز في الكلام، باقي داك الشيء في حدود، ولكن مع ذلك انا بالنسبه لي تنبه على هذا الشيء من الان. الباقي بطبيعه الحال هذاك يعني عادي بيناتنا، لابد نناقشوا نذكروا الى اخره، وانا غادي نرجع للحكومه بطبيعه الحال. اذا كنقول للاخوان ديالنا ان يعني الوضع الدولي الان مفتوح على المجهول اكثر من اي وقت مضى، هو في الحقيقه دائما كان مفتوح على المجهول، ولكن ما كانش بهذا الوعي، ما كانش بهذه الحده، وما كانش بهذه المباشره. هذه المباشره ديال هذا الشيء اللي كنشوفوه دابا، ها حرب يعني تقريبا عالميه، لان لوطو يعني الحلف الاطلسي مقابل الحلف ديال الورسو القديم مقابل روسيا، وارتباك في العالم كله في الحبوب وفي المواد كلها، وارتباك امني يعني عالمي، الله سبحانه وتعالى هو اللي مطلع عليه. فهاد الظروف الاخوان علاش درت لكم هذا التقديم؟ باش تفهموا ملي كنتكلموا اليوم حنا كحزب سياسي، كان هو الاول ولا هو الثامن ولا هو الثامن بقدرتي قادر. هذا الحزب هذا واش انتهى؟ كل واحد فينا يمشي لدارو ولا باقي عنده مسؤولية خصو يقوم بها صغيرة أم كبيرة؟ هذا الحزب الإخوان ما هوش حزب سياسي اجتمع من أجل أن يدرك ما تعمل من أجله الأحزاب في العالم. أحزاب في العالم كلها هي مؤسسات كدير السياسة باش توصل للحكم. كاين اللي كيجتهد باش يوصل للحكم كامل، حنا الحمد لله هذه ما عندناش، مهنيين منها. يعني حنايا دولة ملكية نتنافس على الحكومة فما أدنى الجماعات إلى آخره. هل هذا الحزب هو بهذه المواصفات؟ أم أن هذا الحزب باش يوصلوا الناس للمناصب ويوصلوا للمسؤوليات ويكون بعضهم رئيس حكومة ويكون بعضهم وزيرا ويكون بعضهم رئيس جماعة إلى آخره، أو أن هذا الحزب هو يعني يشعر بنفسه يعني انفستي يعني مكلف أو يفرض فيه أن يقوم بدور وبواجب؟
نسيت قبل ما نقول لكم، انا واعي بانه كاين امور اللي ماشي هي هذيك في المغرب، وكاين ناس كيتكلموا، كاين هذاك الكلام الانتقادي يقدر يكون في المغرب، ما كاين مشكل. بما في ذلك الا كتذكروا الحسن الثاني رحمه الله سئل هل يمكن ان ننتقد جلالة الملك؟ قال نعم لكن بادب، الا كان هذا الشيء هذا راه ما كاين حتى مشكل، ولكن الحزب ديالنا اللي هو حزب العداله والتنميه بعد ما وضحت هاد الجوج ديال الامور اللي هما الاساس علاش بني، يعني الدور ديالو ماشي جا باش يوصل للحكومه ويمارس السلطه ويطبق بعض الافكار اللي عنده، لا، حنا الحزب ديالنا الاخوان اكثر من هذا، حنا راه ماشي ضد نجتهدوا سياسيا ونكسبوا المعارك الانتخابيه ونوصلوا للمسؤوليات ونطبقوا الافكار ديالنا والاراء ديالنا في حدود ما هو معقول وما هو مقبول، ونستفدوا من التعويضات والاجور والامتيازات الطبيعيه والمشروعه، هذا حنا ماشي ضد. وقلتها لكم حتى شبعت بزاف ديال الاخوان تيعيبوا عليا تيقول لي سي عبد الله علاش كتقول هذا الشيء؟ حنا جينا لهذا الشيء لله. لا انا ما كنبغيش نقول هذا الكلام، هذا الشيء انا شخصيا ما نقدرش نقوله، الا بغيتوا انتم تقولوه قولوه، حنا جينا لله ولكن جينا كذلك لخدمة مجتمعنا ووطننا، وطموحنا الطبيعي والبشري أن يكون أن نكون في مراتب متقدمة في المجتمع أنا لا أنفيه ولا أنكره ولا أؤاخذ أصحابه، بالعكس غير خصهم يفهموا باللي ماشي على هذا الشيء، جينا على حاجة أكبر منه. هذا الشيء الإخوان حنا هذا الشيء جينا لأننا كنستشعروا أنه مسؤوليتنا، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى باش ما نمشيوش يوم القيامة ونؤاخذ بأننا لم نقم بدورنا لما كنا فوق هذه الأرض، سواء تعلق الأمر بالأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو إقامة العدل أو المشاركة في 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 أو المشاركة في الحياة السياسية أو المشاركة في الحكومة أو المشاركة في الجماعات لإقامة ما يمكن من الخير ودفع ما يمكن من الشر. وهذا بعض يعني العمل الإيجابي الإضافي بكون ربنا عز وجل أكرمنا بأن جعلنا أصلا مسلمين، وأن جعلنا يعني نستشعر هذه المسؤولية وننعم، نحن ننعم الآن بالإسلام. فكروا مزيان كل واحد فيكم سواء على شأنه أم نزل، ننعم بالإسلام الحمد لله في أنفسنا في بيوتنا، في وإلا لا تركناه، كان ما كانش كيعجبنا لو كان خليناه، وبغينا هذا الشيء يستمر، وبغينا يدركوه الابناء ديالنا والبنات ديالنا، وبغينا هذا الشيء هذا ينتشر، وهذا الخير اللي عندنا في بلدنا ينتشر في امتنا العربيه والاسلاميه، لاننا نحن الان ربما احسن دوله عربيه اسلاميه، مع يعني حفظ كرامه الاخرين جميعا، كلهم خوتنا وكلهم احبابنا، ولكن الا كتشوفوا الا كتاخذوا بعين الاعتبار الامن والاستقرار، ولا كتاخذوا بعين الاعتبار الوضع المادي وكديروا توازن بيناتهم، كتلقاو باللي والحريات وكل شيء، هذا الشيء نحن ان لم نكن نحن الاحسن فنحن من الاحسن. هذا الشيء هذا ما كيبغ ما مضمونش. شوفوا دول بجوارنا شنو واقع فيها، راه ماشي المشكله هي يكون عندك ازمه ديال 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 ماده من المواد، المشكله هي يكون عندك فوضى لا تعرف لها رأسا من قدم في مجال من المجالات او في كل المجالات. الحمد لله المغرب ماشي هي دي الوضعيه ديالو، الحمد لله، وحنايا خصنا نجتهدوا، خصنا نخدموا باش هذا الوضع هذا يستمر ويتحسن، ماشي نديروا اخطاء باش يرجع للور. وهذا هو الدور اللي درنا ملي نط الازمه ديال 20 فبراير، قمنا بواجبنا قبل 12 سنة مما ساهمنا ولله الحمد في أن يبقى المغرب يعني آمنا ومستقرا، وفي نفس الوقت ساهمنا في الحكومة، وكانت مرحلتين، المرحلة الأولى الحمد لله كانت فيها نجاح كامل، المرحلة الثانية قدر الله ما قدر يعني رجعنا إلى 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 المستوى الأول الذي انطلقنا منه. شي بس ما كاين الأحزاب ماشي هي عدد
عدد النواب البرلمانيين، ماشي هي عدد الوزراء، ماشي هي عدد رؤساء الجماعات. الاحزاب السياسيه كتشي هذا كله كاين عند احزاب اليوم. ما هي قيمتها في المجتمع؟ ما هي قيمتها السياسيه؟ انا كنظن هذه العداله والتنميه واخا عنده غير 13 راه ربما ما يزال يسمع له ويتفاعل معه اكثر مما يتفاعل مع احزاب اللي عندها ربما عشرات او ربما مئة او اكثر. لهذا هذا المنطق هذا اللي كنتكلم عليه ديال ان حزب العداله والتنميه الاخوان هو مسؤوليه. ولهذا ملي كنشوفكم ومعظمكم قضى معي جزءا من عمري، كان اللي دوز معايا هنايا 40 عام، كان اللي دوز معايا 30 عام، كان اللي دوز معايا 20 عام، وباقي الاخوان صامدين وباقيين ثابتين. الشباب قلال شي شويه ياكل ولا غير جاب لي الله هما قدامي. دابا حنا دابا هنايا اربعه، واحد فينا اللي شاب حقيقه، انت باقي شويه بين بين يعني. فملي كنشوف انا هذا الشيء هذا كنقول الحمد لله راه الامور غاديه مزيان، لان هاد الناس هادو لو كان ما شافوش علاش يبقاو ما غيبقاوش. كون ما شافوش العدل، كون ما شافوش الانصاف، كون ما شافوش الديمقراطيه، كون ما شافوش هذا الشيء، الحمد لله كون راهم مشاو في حالتهم داخليا بعدا. ولهذا هذا الدور ديالنا الاخوان اليوم شيء كبير جدا، وخصنا نتحملوه وخصنا نقوموا به وخصنا نقوموا به. بطبيعه الحال غتقول لي استاذ اله هذا الشيء دابا اللي كتقول انت مزيان طيب، ولكن يعني كيفاش غنديروا لهذا الشيء هذا؟ طبعا انا بحالكم الا كانتم طايره لكم 100% انا طايره ليا 200%، ما نمشيش بزاف نقول 1000%. لان علاش؟ لانه السياسه كيخصها واحد الامور اساسيه، الاولى ديالها هي الثقه. حنا دابا كنا الاولين، قمنا بالدور اللي قمنا به، نجحنا في 2011، نجحنا في 2015، نجحنا في 2016، وقع ما وقع، اخطاء من قبلنا هي الاولى، وشيطنه من غيرنا، وربما حتى تدخل في 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 الانتخابات الى اخره. النتيجه هي انه اصبحنا في المرتبه الثامنه. اذا هاد الناس اللي حاربونا كنقول لهم هانئا لكم، انتصرتوا علينا. صافي. وريونا سيدي شنو وجدتي. حنا ماشي ما عندنا مانع، راه كيبقى فينا اننا هزيم. كيبقى فينا اننا كنا في القمه اصبحنا في السفح. ولكن كاين واحد الاشكال اساسي، وهو هاد الناس هادو اللي داروا هاد الشيء، اللي بدا من البلوكاج بطبيعه الحال، واللي دابا وصلوا لرئاسه الحكومه. اول شيء نلاحظه هو انه المجتمع لم يعد يثق فيهم. هذه الكلمه هذه انا قلتها للحكومه، وقلتها للسي وهبي، وقلتها للسي عز اخنوش، وكنعاودها لهم اليوم، انهم يحكمون بدون ثقه المجتمع. والقضيه ما مزياناش، لان الثقه هي واحد الشيء اساسي. ولكن اشرحوا لي كيفاش غتكون هذه الثقه هذه. نبداو بواحد الشخص ربما غتعتبروه ما عندوش اهميه كبيره، ولكن كيتسمى هو الناطق الرسمي باسم الحكومه. هذا السيد هذا الاخوان والاخوات الان كاين اجماع على انه يكذب ويبالغ في الكذب، وما خصو لا يكذب لا يبالغ في الكذب. يمكن ما يتكلمش شي موضوع الى تجبد. انا كنتكلم مع السي عايز اخنوش باش ينتبه ان هذا اشكال كبير، هذا اشكال كبير. ماشي بغيت نسفه داك السيد ولا نخرج له على بلاصتو، ولا هذا ماشي هضره. تنقول للسي عايز اخنوش ماشي معقول يكون الناطق الرسمي ديالك باسم الحكومه يعني يكاد يكون هنالك اجماع على انه يكذب. هذا مش معقول. ولهذا في تقديري ان هذا السيد هذا، انا سمعت بودنياتي يتكلم في وقت سابق بانه الطماطم بجوج ديال الدراهم. ونقول لكم واحد القضيه تنصدقوا، من بعد ما كنسول ولا كنشوف الفاتوره تلقى ما كاين لا جوج دراهم لا والو. ديك الساعات كانت بسته ولا سبعه ديال الدراهم ولا عشره ديال الدراهم، وكانوا الناس كيغوتوا. دابا عاوتاني كثر وكثر، وطبعا دابا وصلنا لكلام اخر الى اخره.
il dit n'importe quoi. ماشي معقول، لانه هذا الناطق الرسمي. الحكومه اذا كانت تكذب، المسلمون يتساهلون ويتساهلون مع المعاصي المختلفه، سواء تعلق الامر بالزنا او تعلق الامر بالسرقه نسبيا، ولكنهم لا يتساهلون مع الكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، سئل هل المؤمن يسرق، هل المؤمن يزني، قال نعم، يعني ممكن، ولكن قال هل يكذب، قال لا. فالحكومه ما يمكنش يكون الناطق الرسمي ديالها متهم بالكذب ومجمع على ذلك في المجتمع. فانا كان، لان دابا مشكلتي يا الاخوان، انا ماشي مثلا فكرش في السياسه كشخص جا بغي ينافس على مقعد رئيس حكومه كما كان لاخره. هذا بالنسبه الي يعني شيء، اولا بعد انتهى، ما غنقولش شي حاجه على المستقبل، ولكن كلشي داك الشيء اللي ممكن زعما نكون وصلت ليه الحمد لله قد مره. ولكن كنتكلم كمواطن، كانسان كيتحمل مسؤوليه سياسيه في البلاد ديالو وكينظر للمستقبل. هاد الشيء صعيب بزاف، ماشي حنايا كنلعبوا هنايا. الحكم شيء جدي. نعم، غتقول لي السي عبد الاله الحكومه راها محكومه، لا، غير صحيح. في المغرب كاين مجالات كيتكلم فيها غير جلاله الملك وما كتقربلهاش الحكومه، منها بحال اللي قلت لكم قبيله العلاقات الخارجيه، منها القضايا ديال الدفاع والامن، منها القضيه ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه الى اخره، هذه معروفه. رئيس الحكومه حتى هو كيخضع للملك، ولكن عنده المبادره في يده، كيعمل وكيقترح الوزراء وتيمكن له يتخذ القرارات اللي كيتصورها صواب. واذا كان جلاله الملك ما متفقش عليها، هذيك الساعات هو كيعرف يتصرف باش يوقفها، باش تكون الامور واضحه في الذهن ديالك. ولكن راه ماشي ما عندوش مجال، بل هو عنده مجال وهو مسؤول. وانا دابا كنتكلم عن الامور حسب ما يبدو لي انا والله اعلم، يعني تدريجيا، يعني الاولى هي هذه. يعني المساله الثانيه، هذا السيد رئيس الحكومه انا حشمت في بلاصته، لاحظتي وانا ما جاوبتوش من اللي قال عاوتاني هذا الشيء اللي درنا احنا في عام اكثر من هذا الشيء اللي داز 10 سنين. هذا ما انا حشمت. تيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت او قل ما شئت. انا دابا حشمت بلاصته، واش باقي انت؟ باقي انت اسيدي واخا طيب انت درتي مزيان، واش ما كتشوفش شنو وقع في المغرب؟ ما كتشوفش الناس اللي ما كانوش كيتكلموا في السياسه، اللي ربما خداو من عندك الفلوس باش يصوتوا عليك، خارجين اليوم كيعرضوا بك بل تيتجاوزوا الكلام حتى الحدود الطبيعيه ديالو. انت ولا لا؟ انا بغيت نقول له، وضير راه كتبوا له الناس، شي واحد كتب له بالفرنسيه قال له لينوتيل اتاك دو مسيو اخنوش كونتر مسيو بنكير، ماذا سيدفعك ان تقول هذا الكلام اليوم؟ هل تحل المشكل؟ هل يحل المشكل اليوم اذا قلنا انه درنا احسن من هذا؟ بطبيعه الحال هذا حتى هو يمكن نضيفه حتى هو الكذب والبهتان، ولكن هاد المقارنة ما كايناش. بلاتي تدوز 5 سنين، إلا دازت لك وتجيب أكثر من ديك 102 اللي جبتي هاد المرة، تجيب أكثر منها، وديك الساعة تهضر كي درتي لها. وبلاتي تدوز 10 سنين، إلا دوزتي، حنا دوزنا 10 سنين وخرجنا، إيه بالحق دوزنا 10 سنين، وراه ماشي سهلة. والإخوان ديالنا الحمد لله إذا كان يعاب عليهم بعض الأخطاء السياسية، فالجميع ما زال يعترف لهم بأنهم أيديهم نظيفة والحمد لله، وسيروا الأمور، وما سيروا الأمور، غلطوا في أمور اللي احنا عارفينها وقلناها واعتذرنا عليها إلى آخره، ولكن هذو الناس ما يزالون مشرفين إلى الآن في العموم أو تقريبا كلهم. فخصك تستحيش شويه السيد رئيس الحكومه،
وقابل شغلتك عوض ما تبقى تتعلق تعتبر شماعة عبد الإله بن كيران وحزب العدالة والتنمية تبقى تتذكروا بسوء. راه هذا الشيء لن ينفعك في شيء. وانتبه لهذاك المواطنين، انتبه. علاش تنقول لك انتبه؟ لأننا عشرة السيد تنعرفوا، تنعرف هذا المنطق. مع الأسف الشديد إذا كان الإنسان تاجرا فقط، تجار، إذا كان تاجرا، تاجر كيشوف الأرباح ما كينتبهش للحالة ديال الناس. الحالة ديال الناس شنو هما؟ شنو حكيتهم؟ خاصك تنتبه للحالة ديال الناس. ملي 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 تشوف الناس تيخرجوا لك في الفيديوهات يتكلموا معاك على المطيشة والبصلة، ما بقاوش يتكلموا معاك على المحروقات، كيتكلموا معاك على المحروقات وكيتكلموا معاك على المطيشة والبصلة وخيزو والبطاطا إلى آخره. ملي تشوف هاد الشيء هذا خاصك تنتبه وتشفق على هاد الناس وتشوف شنو هي التدابير التي يمكنك أن تقوم بها كي تخفف عليهم. حتى واحد السي أخنوش ما غيطلب منك فوق الجهد ديالك، حتى واحد. ولكن الناس راه اليوم ما بقاش، راه ولاو كل شيء تيتكلم وكل شيء تيسمع وكل شيء تيروج الكلام وتيبلغوهم التفاصيل ديال القانون ديال المالية ديال المداخل ديال الدولة ديال الفائض ديال 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 وتيسمعوا داك الشيء وتيردوه. وانت دابا ما كتبذل مجهود باش تخفف عليهم، ما كتخرج تشرح لهم. على الاقل خصك تخرج تشرح لهم، او الا الا كنت ما عطاكش الله سبحانه وتعالى البيان. هادشي ممكن نتين ولا لا، شوف شي واحد اللي غادي يكون كيتكلم مزيان يخرج يشرح للناس شنو واقع ويكون معهم صادقا. دابا راه كاين واحد الاشكال كبير في السياسه. شنو هو الاشكال الكبير؟ الاشكال الكبير السي اخنوش هو ان الدور ديال الحكومه الاصلي في المغرب ما كتقومش به انت والحكومه ديالك. اشنو هو الدور الاصلي ديال الحكم في المغرب، ديال الحكومه في المغرب؟ الحكومه المغرب الحمد لله عنده الملك ديالو، والملك ديالو عنده الستاف ديالو، كلشي كيعرف هذا الشيء. الستاف ديالو اللي تيدبر الشؤون ديال الدوله، والحمد لله على لطف الله. ولكن الحكومه عندها دور، اول دور عند الحكومه انها واسطه بين المواطنين وبين المؤسسه الملكيه. فما يمكن لكش، تيخصك هذا الدور، هذا هو الاساس تقوم به. انت اللي مفروض تفهم، تشرح، تهدم، اذا كانت شي ضربات تمتصها. ايوي هذه هي السياسه السي اخنوش، ماشي السياسه هي. انا ما غنقول لكش علاش علاش كتضعف الثروه ديالك. المغاربه كلهم تيقولوا لك الله يكمل عليك بخير، وان كان انا شويه ما منزعج، حيت كنشوف بلي هذا التضاعف ربما يكون عنده بعض الاسباب اللي ماشي هي هذيك. وراه السيبوانو ما عرفتو فين مشى، راه السيبوانو يعني راه دار توضيحات مؤسفه في البرلمان. انا ما بغيتش نسمع داك الشيء على الحكومه ديالي. ما يمكنش السي اخنوش تبقى شاد الناس بالمصالح على حساب المبادئ والقيم. تضارب ديال المصالح ما يمكنلوش يكون، ما خصوش يكون، سواء تعلق الامر بالمحروقات او تعلق الامر ب يعني باللحوم او تعلق الامر باي شيء. وراه الاشاره ديالي كافيه، راه داك الشيء كاين في الكلام ديال السيبوانو بكل وضوح وبكل صراحه. انا كنقول لك انه الدور ديالك اليوم هو تقوم بهذا الدور هذا على مستوى الدولة، وتبذل مجهود. كيفاش هذا الشيء دابا؟ هاد الناس اللي كنسمعهم كيتكلموا كيخرجوا، الرجال، العيالات، اللي كيتكلم بالشلحه، اللي كيتكلم بالعربيه، اللي كيغني، اللي كي فهمتيني ولا لا. انا ملي كنت ما نعرفوش انت ولا شي وحدين اخرين، دائما مصيفطين ديال الناس لباب الدار كيحتجوا عليا وكذا الى اخره. مع ذلك كنت يعني انا كانوا انا المعطلين كاع اعترضوا الطريق ديال السياره ديالي، وكاين اللي طلع فوق السياره الى اخره، كلشي شاف هذا الشيء.
ولكن الحمد لله كنت كنحاول فهمتي حتى يعني داك الاشكاليات كلها هي كتصفى، وباللي جات الانتخابات الناس عاودوا صوتوا عليا بلا درهم بلا جوج. هذا الدور هذا اساسي هو الاول. سيدنا ملي غيشوفك تدير شي حاجه ماشي هي هذيك راه غيدخل. مؤخرا راه صفت لك رساله تيقول لك فيها تيخصك تبدل مجهودك باش تحافظ المواطنين على القدره الشرائيه ديالهم. هذا هو الدور الاساسي ديال الملك في السياسه الداخليه، هو انه يعيد التوازن. فما يمكن لكش السيد رئيس الحكومه يعني تتجاهل المجتمع، تتجاهل الفقراء والمساكين، تتجاهل حتى الاشخاص الذين عندهم اجور وكذا ولاو تيشكيو. فين بغيتي تمشي؟ ما عندك غرض انت تتخلي الاشياء، غنقولوا ماشي انت كاع اللي كتستفد، ولكن كتخلي اللي بغى يستفد بطرق مشروعه وغير مشروعه، او تضارب المصالح او الى اخره، وتتسكت اون بلوس. ما يمكنش. هذا الشيء هذا راه خطير جدا. انا كنحاول ننبهك، لان علاش حنا دابا يعني في حزب العداله والتنميه ديما عندنا واحد المعادله، هي انه حنا ننتقدوا الواقع وفي نفس الوقت نحافظوا على الاستقرار. وهذه معادله صعبه، ولكن انت كتزيد صعبها علينا. البارح كان عندنا اجتماع ديال الامانه العامه، كان واحد الوضع في الامانه العامه غير مريح. عموم الاخوان كيقولوا واش حنا اسمحوا لي شوفوا هذا تي واش باقي إذن كلامي راه ماشي كلام ديال المعارض، كلامي كلام ديال الإنسان الغيور. فينا الغيرة على بلادنا، كنقولوا لك السي خنوش انت خصك تتدارك دير هادشي قبل ما نوصلوا للأشياء اللي غتكون صعيبة، واللي ديك الساعات ما غتنفعش فيها انت، ويمكن ما غننفعوش فيها حتى حنا. انا تنقولها لكم من دابا الإخوان، انا عارف بلي التدخل ديالنا في واحد الوقت ساهم في اصلاح الاوضاع، ولكن كنقول لكم راه لا قدر الله الا مشينا حتى وصلنا لشي امور ماشي هي هذيك، راه ما غاديش يكون حتى التدخل ديالنا ما غاديش ينفع. ولهذا كنقول لهذا السيد ان يشفق على نفسه وياخذ بعين الاعتبار الوضعيه ديال الجميع بما فيه نحن كاحزاب سياسيه. طبيعه الحال غتقول لي الاخوان طيب هذا الشيء دابا اصبح ظاهرا، سي ادريس الازمي تكلم على 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 الوضع السياسي والحكومي في اكثر من تدخل، سي بوانو تكلم على الوضع البرلماني فهمتيني ولا لا، على اشياء حقيقه غير مقبوله ما خصهاش تكون ما يمكنلاش تكون. دابا حنايا كحزب سياسي شنو يمكننا نديرو؟ دابا الاخوان غنبدا لكم باختصار باش ما نزيدش نطول عليكم، كنظن الكلمه وصلت يعني وقت حتى لا اطيل. حنا الاخوان كحزب سياسي، انا تنتكلم معكم على راسي، تنتكلم معكم على الاخوان اللي كنعرف، نحن في العموم اشخاص بكفاءات لا باس بها، ما حناش من دوك العباقره ديال 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 اللي تيكونوا في الاقتصاد ولا الحمد لله، ولكن عندنا ناس جادين ومجتهدين وتيخدموا وتيتميزوا. حتى الى كاع ما بغيناش نتكلموا على الحكومات او على الاقل على الحكومه الاخيره ولها كثير من الايجابيات بطبيعه الحال، داك الشيء اللي داروا الاخوان في المدن اللي سيروها خلال 6 سنوات غير مسبوق. وإذا سمحتم لي أنا أخص مدينة فاس ما دمت فيها، وما قام به الأخ سي إدريس الأزمي والمجموعة اللي كانت معاه
والإخوان اللي كانوا معاه من أعمال جليلة كبيرة لا يمكن أن 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 لا يمكن أن ينسى. ولكن ماشي فاس بوحدها، فاس تبارك الله والسلا والرباط وتازا وطنجة وكناس ومراكش وإلى آخره، الجنوب الجنوب كله كانوا كيسيروا الإخوان. واليوم جا معايا واحد الأخ رئيس ديال الجماعة، ماشي هو الوحيد، جاءته تنويهات من وزارة الداخلية ومنحة فيها 11 مليار ديال الدرهم في النهاية ديال 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 الموندا ديالو، كتقول له على حسن التسيير وعلى وطبعا طبيعة الحال واخا هكذاك إذا نكون صوتات وزارة الداخلية فعلا كما يقول لك راه هو اللي طلع فهمتي ولا لا؟ ولكن طلعوا ولا طلعوا وحدين اخرين ولقاو 11 مليار ديال الدرهم. شنو قلت؟ لا 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 مليون مليون 11 مليون مليار و100 مليون. ولكن ماشي غير هو، هو ومدن اخرى جاتهم تنويهات وجاتهم الله يهديكم الله يهديكم. فاس فاس يلا فاس والكل في فاس صافي على خاطركم احنا في الدينا. فالاخوان خصهم نكونوا واعيين انه الاداء ديال الاخوان ديالنا في الجماعات كان اكثر من مشرف. دابا مالين الرباط مع الاسف ما عرفتش علاش الجمهور تيقول الفرنسي واحد الكلمه اللي انغرا كيعترفش غير الطوبيسات اللي خرج لهم سي جامع المعتصم من بين فرت ودم الرباط وسلاو النواحي ديالهم كافيين باش، لانه كان كان كتعرفوا بلي الطوبيس كيقوم بواحد الدور حيوي واساسي في الحياه ديال المدينه. كان كان عندهم طوبيسات ما تمكنش تدخلها غير ما غير تدخل. دابا عندهم طوبيسات ينافسون ديال اوروبا غير السي عبد العزيز العماري اللي في الاول طلع باللي هو نجح له هو السي دريس الازامي ثم بعد ذلك رسب وهذا هو اللي خلاه ما يبغيش يعاود يرجع للانتخابات. غير واحد انا كنقول لكم غير بعض الاشياء اللي وصلتني لما كنت امين عام او كنت رئيس ديال الحكومه، جنبت الدوله خساره ثمنها 4 مليار ديال الدرهم ونص. 4 مليار ديال الدرهم ونص كانت غادية تمشي شدار مدار وكانت فيها تواطؤات. وغيره 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 مع الأسف الشديد، مع الأسف لأننا المواطنين المغاربة يسمحوا لي هادشي كل شيء شفتيه في العدالة والتنمية، ولكن ملي مشيتيو تصوتوا غرتكم الوعود كل صراحة بكل صدق، ومنكم من قنع بدراهم معدودات. وهذا هذا هذا ليس سلوك المواطن الصالح والواعي. وراه دابا كيخرجوا يقولوها ماشي انا، راه هما دابا تيخرجوا في الفيديوهات يقولوها شتيو 4000 ريال فين وصلتكم، شتيو تيبيريرا ياك هي تيبيريرا، تيبيريرا هي الحمامه ياك تتبيرت. والمهم بعدا هذه الحكومه نفعتنا في هذه القضيه، تعلمنا هذه الكلمه من الحبايب من قوس تتبير ذا وحده تعلمنا فهمتيني ولا لا. فال هادشي هذا حاله ما ماشي هي هذيك. غتقول لي تقول لي السيد علاش شنو خصنا نديرو دابا؟ شنو خصنا نديرو؟ انا نقول لكم الاولى اللي خصنا نديروها الاخوان هي نرجعوا لنفوسنا. قولوا لي واش انتم واعيين بقوله تعالى قل هو من عند انفسكم او لا؟ إلا قلتي لي باللي جهات دخلت في الانتخابات ووقع ما وقع الفلوس وكذا وكذا استعبد الله وتواطؤ بعض رجال السلطة إلى آخره، أنا ما نكذبكمش، ولكن احنا عندنا نصيب الأول احنا خصنا نعترفوا به وخصنا نصححوه. كيف سنصححوه؟ سنصححوه من خلال الأساس ديال البناء ديال هذا الحزب اللي تكلمنا عليه من النهار الأول وحنا كنتكلموا عليه واللي جينا منه واللي
ملي اختاريتوني مرة أخرى في المؤتمر الاستثنائي يعني رفعته لكم كأول شعار وهو المرجعية. دابا المرجعية احنا متفقين عليها، ولكن غتقدر تقول لي السامي الى هذه المرجعية اللي كتتكلم عليها كل مرة بهذه الطريقة هذه قول لنا كيفاش، وهذا عندكم الحق. خاصنا دابا الإخوان كحزب سياسي نعود نصحوا المفاهيم ديالنا ونصحوا الأعمال ديالنا ونصحوا النوايا ديالنا ونصحوا العلاقات اللي بيناتنا ونصحوا العلاقات اللي بيننا وبين المجتمع بهذا المقياس، وهذا في أيدينا إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى. وهذا يبدأ من حسن التفاعل والتعامل مع أصول هذه المرجعية. أولا كتاب الله، أنا سمحوا لي هذا الشيء سنقول لكم كنت دائما منتبه له في حدود، دابا توضح في الدين ديالي وكنبلغ لكم وغنبلغ لكم وغادي نعمل على. دابا أنا قلت للإخوان الشبيبة قلت لهم أخ ديال الشبيبة ما كيقراش القرآن الكريم أنا ما كنعتبروش أخ ديال الشبيبة ديال العدالة والتنمية. انتم كتقولوا المرجعية شنو هو المصدر الأول ديال المرجعية؟ كتاب الله. إذن هذا كتاب الله واش نزل باش نتبركوا به؟ واش نزل باش نديو منه الحسنات؟ واش نزل باش نحفظوه ونقراوه في المؤتمر في المؤتمرات وفي المباريات ونديو به الجوائز؟ ولا نزل هذا الشيء كامل ولشيء هو أهم وهو التدبر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الأول الإخوان الإخوان ديال العدل والتنمية قبل ما يهضروا قبل ما يتكلموا يرجعوا لريوسهم ويرجعوا لكتاب الله. وقلت للإخوان الله يرحم الحسن الثاني هو اللي أعطانا هذا الحساب، إلا تذكروا لما كتذكروش واحد الوقت قال لينا غنبداو نقراو المسيرة القرآنية في التلفزيون وتيطلب من المغاربة يتبعوا معه، ودارنا تلوت ساعة إلى عقلتي وقالنا في تلوت ساعة نقرأ حزبين، وجاب السي عبد الحميد حسين تيقرأ ديك الساعات ولكن ذاك الحزبين كيتقراو بسرعة. أنا كنقول لكم إذا ما قريتوش حزبين في اليوم قرأوا حزب في النهار ضرورة ضرورة، وما تديروش في قسمين الوقت الطبيعي باش تقرا حزب هو ربع ساعة. إلا قريتي بالتأني غدير ثلث ساعة تختار أبناء العدالة والتنمية أنصحهم ولو جاز لي أن آمرهم لفعلت. لا يجب أن تخلو حياتكم من تلاوة كتاب الله، لا يجب لا يعقل. وهذاك الوقت واحد ثلث ساعة في النهار هذيك خصكم تخصوها لكتاب الله، وراه ما كنتكلمش معكم كواعظ، ما كنتكلمش معكم كإنسان كيتكلم معكم على الآخرة ديالكم وهو داخل، لا كنتكلم معكم كمسؤول سياسي. ياك كتقولوا المرجعية فين كاينه هذه المرجعية؟ في الأول في القرآن. هذه المرجعية اللي في القرآن واش ممكن احنا نكونوا في المرجعية وما نعرفوهاش؟ ما يمكنش. وأنا قلت لكم راه قلت لكم هذا الشيء، قلت لكم أنا شخصيا كنت ما كنختمش القرآن في شهر ولا شهرين، مرة في شهر مرة في شهرين مرة في سنة ما كنكملوش. منذ جاء هذاك الكوفيد صححت هذا الموقف، دابا الحمد لله كنختم القرآن في بعض المرات ثلاث مرات في الشهر، في بعض المرات مرتين وأقل شيء مرة أو مرة ونص إلى آخره. ولكن دابا أنتم ماشي بحالي، أنا كبرت وشرفت وما تنخرجش من الدار تقريبا، إذن عندي الوقت أكثر منكم، ولكن أنتم وخا شباب وخا كتجريوا تخصصون ربع ساعة في اليوم على الأقل وثلث ساعة على الأكثر باش تقراوا كلام الله وتقراوا قراءة المنتبه الذي يتدبر ويتفكر وتيقول لي هذا الكلام راه أنا اللي مقصود به، راه هذه هي جيل قرآني فريد ديال سيد قطب رحمه الله. الأولى خصك تعرفوا هذه الأولى، وما ينبني عليه بلا ما ندخل معكم في التفاصيل من استقامة في الصغيرة والكبيرة، حتى قال سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه آية صعيبة، هذه النهار اللي نزلت راه الصحابة كادوا أن يفقدوا صوابهم ونحن معنيون بها وغير معنيين بها. ألور فهموني إلا أنتم فاهمين
كيف يعقل ان انسان كيشعر بلي يقدر يحاسب الله على النيه ديالو كيفاش يدير الكولسه اللي كنا كنتشكاو منها في الحزب ديالنا؟ واش ممكن؟ راه عندكم راكم بخير الحمد لله. دابا غير ملي كنت كنسمع الكلام ديال الاخوان، واحد الاخ قال ودي عندنا ثقه 100% في الحسابات اللي جابت لنا الاخت المسؤوله الماليه، وهذا من نعمه الله عليكم. راه كاين هيئات اخرى كيدبزوا على هذا الشيء باليدين، وانا نقول لكم واحد القضيه، راه حتى واحد فيكم ما ضبط هذه الحسابات اللي جابت من عربيه، ولكن انا عارف اللي كلكم غادي تصوتوا عليها، وانا نقول لكم انا مصوت عليها من دابا بلا ما نشوف هذاك الحسابات ولا نسمع، لانه كنعرف باللي الحمد لله الاخوان ديالنا نحن بخير، ولكن مازال خصنا لا نهايه للكمالات، خص هذا الشيء هذا ما يوقفش. وهذا الشيء هذا الاخوان هو اللي خصكم تعرفوا به، سواء كنتم يعني اشخاص عاديين في المجتمع، او كنتم معلمين او اساتذه او موظفين او مهندسين او حرفيين او يعني تجار، وكنقول التجاره من الحانوت ديال البيسري فما فوق، هذا اللي خصكم تعرفوا به، ان تعرفوا باستقامتكم، ان تعرفوا بنظافتكم، ان تعرفوا ياك النظافه كاينه في القران الكريم، انت ولا الم يامرنا بالتطهر والم يقل لنا ان الله يحب المتطهرين والله يحب المتطهرين، فهمتيني ولا؟ من 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 التطهر والاغتسال من الجنابه ومن الحدث والى اخره الى ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. هذه هي الاولى. ديروا لي اعطيوني انتم هذه، انا نضمن لكم الشيء الاخر. انا نضمن لكم، هي الاولى. المساله الثانيه الاخوان الكرام، خصكم كسياسيين خصكم الكلام اللي كتسمعوه ماشي يعجبكم، مفروض غيعجبكم. حنا دوزنا مع بعضياتنا زمان وكل حاجه قلتها كتقولوا والله الا عنده الحق السياسي الا هذا الشيء كنت كنقول راني قلته. ولكن انتم في حاجه ماسه الى ان تنشطوا في مجتمعكم. اسمحوا لي الاخوان، اذا كنت في 8 شهر تنبير جات هذيك النتائج، راه ماشي السياسه كطيح من الفوق وتعاود تنقز وترجع للفوق، اي هاي 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 ماشي هكذا. السياسه ملي كتكون طالع لاول مره راه كتكون عندك فرص اكثر من الا طحتي. انت طالع لاول مره، دافعك الحماس ودافعك الايديولوجيه ديالك ودافعك النظافه ديالك ودافعك ان الناس ما تعرفوا عليك الا الخير الى اخره. ملي كطيح راه خصك تبذل واحد المجهود مضاعف. فخصكم هذا الشيء اللي كنقول لكم على مستواكم الشخصي، اول ما تعملوا تبذلوا واحد المجهود باش تقنعوا به الاخرين. اسمحوا لي مزيان نقول لكم واحد القضيه. حنا كنتكلموا على 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 الاصلاح ديال التعليم، وتنتكلموا على الاصلاح ديال الصحه، وتنتكلموا، ولكن إذا كانوا أبنائنا المعلمين والأطباء والناس اللي معانا ما كيلتزموش بهذا الشيء اللي كنتكلم عليه في المهام ديالهم، كيفاش غيكون هذا الإصلاح؟ واخا تجيبوا أحسن وزير أو رئيس حكومة ما يكونش هذا الإصلاح. خصكم بعدا، خصنا حنا بعدا نبداو الوليد. وهذا الشيء اللي هذا الشيء الذي نشر الله به الإسلام ونصره، لأن 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 أبناء الإسلام هذا هو الذي كان سلوكه. ثم أن تقولوا هذا للآخرين، لكان عندكم شي صاحبكم معلم أو لا شي صاحبتكم معلمة أو لا طبيب أو طبيب أو غير هذا، تقولوا له شوف السي فلان هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه على الدولة والحكومة معقول، والانتقادات ديالنا معقولة، ولكن حتى احنا عندنا واحد النصيب من المسؤولية. هذا النصيب من المسؤولية واش يمكننا نصلحوه ولا ما يمكنناش نصلحوه؟ لا يمنعكم أحد أن تصلحوه، أصلحوه. إذا أصلحتم هذا النصيب من المسؤولية في مدارسكم الابتدائية والثانوية والجامعات والإعدادية، وكذلك في مستشفياتكم، وكذلك في معاملكم، وكذلك تأكدوا 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 من أن مكانتكم ستعظم عند الله وستعظم عند الناس. وغديروا واحد الحاجة لا تخطر لكم على بال، غيتقدم المغرب بكم الإخوان، راه يتقدم، راه المغرب يمكن يولي بحال ألمانيا ولا أكثر من ألمانيا في التقدم.
هذه حقيقة وهي مبنية على هذا الشيء. وراه عملت واحد الكلمة في المجال ديال التكوين مبنية على هذا، وهي موجودة في وثيقة وموجودة في رابط، لكم أن تنظروا إليها أو أن تقرأوها. ولكن هذا الشيء اللي كنتكلم معكم عليه خصكم تبداو فيه. راه كنعرف بلي الإخوان راهما أحسن من الآخرين في القيام بالواجبات ديالهم، ولكن باقي خطوات خصها تتسد. وراه عطيتكم المثال ديال واحد الأخ في تارودانت كان مدير ديال واحد المدرسة، وكان بوحدو في ديك المدرسة، يلا عنده الحارس فيما أذكر، وكان كيقوم بديك المدرسة، الأولاد ديالها، البنات ديالها، المعلمين ديالها، يكتب التقارير، يشرف على الامتحانات، لا جا شي معلم كيستقبلو، لا ما كانش عنده فين يمشي كيديه للدار ديالو حتى يلقى فين يسكن، إلى آخره، شي قرية تما في تارودانت. جهد على راسو حتى وقع له مسكين الشلل النصفي. أنا مثلا نقول لكمش هاد الشيء ديروا حتى يوقع لكم الشلل النصفي، وإني تبدلوا الجهود. وهذا الأخ كيبقى نموذج، وبلغني أنا الخبر ديالو، وطلعنا عنده أنا والسي عبد الرحيم الشيخي. ديك الساعة السي عبد الرحيم الشيخي كان رئيس ديال الحركة، ومشينا لعندو ودينا له هدية، كل واحد فينا دالو هدية من هنا حتى لتارودانت باش نهنيوه على هذا المجهود اللي كان كيقوم به، ولو أنه أدى به إلى ما أدى به. وفي الأخر هذا الأخ هذا الحمد لله راه تحسنت الحالة ديالو، ولا كيتكلم، كان ما كيتكلمش إلا بصعوبة شديدة، دابا نقصت هذيك الصعوبة، تحسنت غادي مزيان، وكيعيط عليا مسكين مرة باش يطمئن عليا، الله يجزيه بخير، يعود من عيط عليا أنا باش يطمئن عليا، هو اللي كيعيط عليا باش يطمئن عليا، الله يجزيه بخير. فهذا هو النموذج اللي بغيت يكون، وهذا خصني ملي نسمع السلوك ديال واحد فيكم في أي مهمة، نقول مع راسي هذا كيستحق نطلع من هنايا حتى لعنده فين ما كان في المغرب باش نهنيه على هذا، والمجتمع سيهنئكم. المسألة الثالثة الإخوان خصكم تكونوا نشيطين سياسيا. واش ما عندكم ما تقولوا؟ عندكم ما تقولوا ياك السيد؟ تلفت لي سميتك يا رشيد، السي رشيد، لا السي رشيد. هذه مشكلة هذه، صافي بديت كن. فهذاك الشيء اللي عندكم ما تقولوا، بغي نقولوه هنا جوج دقائق مقدس، نقولوه في المجتمع، قولوا للعائلة ديالكم، قولوا للأقارب ديالكم، قولوا للناس اللي عندكم في الدرب، قولوا للناس. هذه هي السياسة. دابا الإخوان اللي كنجي لعندكم أنا وكنتكلم معكم على موضوع من المواضيع بحال المدونة، راه كنتكلم معكم على أخطار تهددكم في بيوتكم أنتم، واش واعيين ولا أنا كنخربق؟ تهددكم في بيوتكم، تهددكم في أسركم وفي أولادكم وفي بناتكم. رحنا إلا بقينا غاديين في هذا المنطق، وما تنسوش واحد القضية، راه هذه مدة وكاين في الانترنت واحد السيدة كتتكلم على لا فان دو لا كريتينتي، نهاية المسيحية بالخصوص الكاثوليكية، كتقول حنا 16 القرن هذه وحنا مهيمنين على العالم، على العالم الغربي، ولكن هيمنوا على العالم هذه أربعة القرون. هذه هي الحقيقة، بغينا كرهنا، هذا هو اللي واقع. كتقول هاد 50 ولا 70 سنة من بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن، كل المفاهيم التي رسخناها بالقانون تراجعت. الإجهاض أصبح كان سبع المستحيلات، أصبح يعني عاديا ومباحا بل متقبلا. العلاقات الجنسية، الانتحار دابا كاين الانتحار بمساندة الدولة، انت ولا لا؟ اي طبعا. القتل الرحيم كيسميه ولا ما نعرف شنو، انت ولا لا؟ الاوتانازيا سي صح، وهذا و و و و و و وغير هذا من القضايا. بماذا؟ بالقانون، ماشي مشاو كيقنعوا الناس واحد. قالت دابا ما بقاش الزواج، كثر الطلاق، ما بقاش الاولاد، دابا النسبه ديال الاولاد في فرنسا قل من جوج لكل اسره، قل من جوج ديال الاطفال. حنايا ما عرفتش شحال وصلنا، 2.1 ولا جوج ولا شحال، حتى حنايا هبطنا حتى ولا بحال فرنسا. ايوا الله يلطف. فكتقول هاد السيده، اذا كتقول بالقانون
تغيرت الأخلاق. لأننا عش كتقول هي لأننا ألغينا الوحي، كتقول هي الوحي يعني من المجال السياسي. الخلاصة ديال الكلام ديالها كنقول حنا يا ما إن شاء الله لسنا مهددين بهذا، ولكن أنا بغي نقول لكم ما كاينش ثقة. إلا بغيتي تبقوا أمة مسلمة ويبقى ولادكم ويبقوا بناتكم ويبقوا بعد ولادكم ولاد، لا يجي يقول لك لا بابا أنا كنشعر راسي وليت بنت خصك تمشي تخسر عليا العملية وتردني بنت، أو العكس، أو يقول لك أنا غنتزوج بولد. أو أنا كنقول لكم هذا الشيء على سبيل أو الإجهاض أو العلاقات الجنسية إذا شئنا نقول خارج إطار الشرعية وخارج إطار الزواج أو الخيانة الزوجية. راه جات واحد السيدة من فرنسا لهنايا كتتكلم تدافع علانية عن الخيانة الزوجية، لادولتير، كتقول هذا حق ديال المرأة، حق ديال المرأة هذا، علاش كتدخل فيه؟ أنا ما تنفهمش علاش حنايا هذا الشيء هذا ساكتين عليه. طبعا إلا بغيتي نتكلم أنا كنتكلم، ولكن إلى متى غيبقى يتكلم على الإله وحده؟ ودابا الحمد لله السي دريس الأزامي والسي بوانو وبعض الإخوان الأخوات هنا وهنا، خصكم هذا الشيء هذا الإخوان تستوعبوه وتستوعبوا الإشكالات السياسية كلها اللي كاينة وتنزلوا للمجتمع. يفو لانتيغيسي، خصكم تتكلموا معاه ويفهم ويعرف ويوعى ويرفض، ولا اقتضى الامر يحتج. اسمحوا لي، راه السياسه ماشي غير الكلام، الكلام مهم، ولكن في بعض الاحيان ما خصش يكون غير الكلام. فهمتيني ولا لا؟ راه داك السيد وزير العدل ولو هو بيني وبينه صداقه كل شيء تعرفها، ولكن راه شتو غير غادي بلا فرانات جمع السيدات، فهمتيني ولا لا، ديال 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 المنظومات النسوانيه او النسائيه، فهمتيني ولا لا، كاين فيها هكذا وكاين فيها هكذا، وبدات يقول لهم خصكم تعاونوني باش ما تغلبنيش المسيره بحال المسيره ديال الدار البيضاء. خاصي لا هذا الشيء هذا جابوا هذا السيد وزير العدل، ما نديرولوش مسيره بحال مسيره الدار البيضاء، نديرولو شي 10 المرات اكثر منها. لانه راه الاخوان خصكم تفهموا واحد القضيه، باش تدافعوا على بلادكم خصكم تدافعوا على بلادكم. ما كاينش الدفاع على بلادكم من خلال الجلوس هنايا وتجيو تقولوا تبداو تقولوا لنا خصنا نديروا هذه خصنا نديروا هذه خصنا نديروا هذه، وتمشيو عاوتاني على تقول لا، داكشي اللي كتقولوا خصنا نديروا خصكم ديروه نتوما دابا. ودابا جاوبوني واحد القضيه، انا قلت لكم الخلاصه ديال داكشي اللي كنت باغي نقول لكم، خصني واحد الحاجه نخرج بها من هنايا. واش الإخوان ديالنا بقي فيهم شي حماس للعمل أو لا؟ لا، ليس دليلا، ليس كافيا. أنا سمحوا لي، أنا ما تقولوش لي الحضور، هذا الحضور هذه قاعة جميلة فهمتيني ولا مكيفة، وخا هي دابا ما خدمتش تكييف فهمتيني ولا لا. البلاد الاخوان هذا عالم كنعيشوه. هذا الشيء اللي كنتكلم لكم عليه راه ماشي عفوي، ماشي وراء المنظمات النسائيه، هذا الشيء راه وراء تيار عالمي كوني في تقديري فهمتيني ولا لا، اما يسيره الشيطان واما يستلهمون منه. كل شيء هذا الشيء ديال الشيطان. الله قال لنا ولا تقتلوا انفسكم، هادو تيقول لك الانتحار ماشي مشكل، الله امرنا الا نقتل ابناءنا فهمتيني ولا لا، ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم، هي هذه الايه. هادو دابا كيديروا الاجهاض، شنو الاجهاض؟ الاجهاض قتل للاولاد، الاجهاض قتل للاولاد. غتقتلوا ملي يتزاد ولا غتقتلوا 3 شهور قبل ولا 4 شهور قبل ولا 5، بحال خليه يخرج وما تعرف رزقه على الله سبحانه وتعالى، يمكن ترزق به فهمتيني ولا لا. نحن نرزقكم، شوف كلام الله كيداير، كنقول لكم اقراوا القران، نحن نرزقكم واياهم، وكم من اسره
يعني رزقت بسبب ابنها. جاش الجاشي ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما 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 اخذته حليمه السعديه لترضعه، يعني اينعت مرابعهم وسالت يعني اضراع يعني شياههم والى اخره. فهمتني ولا لا؟ ايوا شنو هذا الشيء؟ قولوا لنا خصني نفهم. خاصكم الاخوان تكلموا وتنزلوا وتحركوا كل واحد بما يسر الله، ولا ما نقول لكمش كلكم تكونوا زعماء وكلكم تكونوا يعني خطباء وكلكم، راه ماشي هذا الشيء اللي كنقول لكم باش غدا ما تلومونيش. راه ماشي هذا الشيء عمل تطوعي ترفيهي او عمل تطوعي سطحي او عمل تطوعي ثانوي، بغيتي ديروا ديروا ما تديروا ما ديروش، لا هذا واجب واجب وفرض كفاية، فرض عين على الجميع كل واحد بما تيسر له، وإلا سوف تفاجئون لا قدر الله. وشوفوا هذه المعاني كلها اللي تكلمت معكم عليها. وردبا الحمد لله غير 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 هذا الأمن والاستقرار اللي كتعيشوا فيه وكتخرجوا تمشيو تتوضاو وتصليوا في الفجر وفي العشاء والحمد لله لا يتعرض لكم أحد، غير هذا في حد ذاته راه غير مضمون. أحرى أمور أخرى، هو طلوا على الدول الأخرى وتشوفوا. دابا جاوبوني واش باقي شي ما يدار ولا؟ أنا قرر، أنا اللي غنقرر، القرار هو أن القرار هو أن نتحرك ولا نتوقف. هو هذا الشيء اللي كنعرف أنا. وسولوا الإخوان، راه الحياة ديالي ما فيها حتى حاجة أخرى، ما عدا هذا الشيء. ها أنتم غديروا اليوم البرنامج وخا الأخ قال لك أودي هادو راه غلبونا بالفلوس، خصنا الأخ راه كان واحد الوقت ما عندنا شتي درهم بيض بحال هكذا ما كانش عندنا. راه بدينا بداك الشيء اللي في جيبنا، فين هو بعد هذاك الأخ التوناتي؟ فهمتيني ولا السي العياشي؟ واش أنت باغي تجمع الفلوس أكثر من الأخ نوش ولا؟ عليك أمان الله لا جمعتيهم. لا الأخ أخنوش ما عنده غير داك الشيء. أنت عندك حاجة أخرى كبيرة، ياك أنت أستاذ ديال العربية، إذا لا يفهم أحد القرآن مثل ما تفهمه أنت، وغير فهمه والتزم به واجتهد باش تلتزم به واصدع بما تؤمر، وسترى العجب العجاب في حياتك وفي حياة أولادك وأهلك وإخوانك. راه ما كاينش اللي غادي يغلبنا بإذن الله إذا أحسننا التمسك بما قلت بديننا ومبادئنا وقيمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.